أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج هنا بيروت، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2023. يسعدني أن أرحب معي في هذه الحلقة بالنائب الدكتور عبد الرحمن المزري. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الرحمن معنا في هذه الحلقة. دعني أبدأ بداية بالخبر الحزين الذي استفاق عليه اللبنانيون، حيث توفي قامة كبيرة من لبنان وهو الرئيس حسين الحسيني رئيس مجلس النواب الأسبق إثر تعرضه لإنفلونزا حادة، نقل على إثر إلى المستشفى وتحديدا إلى العناية الفائقة وتوفي صباح اليوم. يسمى الرئيس الحسيني بعراب الطائف، اليوم كان دائما يقال أنه أسرار الطائف ومحاضر الطائف موجودة مع الرئيس الحسيني. مع مغادرة الرئيس الحسيني الحياة، ماذا خسر لبنان بداية وماذا بقي من الطائف؟ بداية ما في شك، خلينا نتوجه لكل اللبنانيين عموما ولرئيس العائلة الرئيس الحسيني وأصدقائه، ونحن نعتبر حالنا من أصدقائه، بالتعزية وحقيقة لهذه الخسارة اللي بنعتبرها خسارة وطنية. رغم أنه الرئيس الحسيني صار فترة منه ناشط بالعمل السياسي، إلا أنه قيمة وطنية كانت دائما تلعب دور ضابط إيقاع بالعديد من والتوازنات بالعديد من المفاصل الوطنية. بالطبع الرئيس الحسيني كان له أيادي بيضاء عديدة في لبنان، لكن أهم كان دوره في اتفاق الطائف، كونه كان رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى الطائف والذي وقع اتفاق الطائف، ولعب الرئيس الحسيني دورا أساسيا وحيويا ومفصليا. لذلك لما نربط بين الرئيس الحسيني وبين الطائف هي ربط منطقي جدا، خصوصا أنه الرئيس الحسيني كان يؤمن بأهمية الطائف ويؤمن بأنه اللبنانيين كانوا بحاجة إلى اتفاق جديد لصيغة عيش مشترك حقيقي بيناتهم، تعيد إلى البلد توازناته التي اختلت نتيجة الحرب الأهلية وما رافق الحرب الأهلية من ملابسات خطرة، وأهم كان اجتياح العدو الإسرائيلي واحتلاله جزء كبير وصولا للعاصمة بيروت، وبالطبع انتصار المقاومة اللبنانية الوطنية والإسلامية عليه، وكان تحرير جزء كبير من الأرض حتى لو كان باقي شوية أرض وقتها بهذيك الوقت. لكن كان اتفاق الطائف كان اتفاق مفصلي لإعادة الصيغة، ولبنان نعم بجزء من الاستقرار ولو أنه مش بكل الطموح اللي كنا متمني له خلال فترة من الزمن، نتيجة لاتفاق الطائف الذي على الأقل أوقف الحرب الأهلية، الذي وضع مفاهيم جديدة للعمل الدستوري وللتفاهم بين المكونات اللبنانية، والذي وضع، وأنا برأيي أهم نقطتين يمكن الطائف دائما يظلم فيهم، هو وضع بذور بداية التخلي عن الطائفية السياسية والانتقال إلى الدولة المدنية الحقيقية. والنقطة الثانية، الطائف وضع أيضا بذور التغيير والتحديث في حال طبقناه وأردنا أن نحدث نتيجة. ولكن اليوم ماذا بقي من الطائف؟ هل يطبق فعليا الطائف كما أريد له أن يكون؟ أنا برأيي هي للأسف من أدار شؤون البلاد على مدى عقود الأخيرة من الزمن، بغض النظر عن مذهبهم أو انتمائهم أو توجههم، هن الذين تجاوزوا الطائف بحجة الطائف. يعني كل واحد منهم أخذ ماذا يريد من الطائف ورفض ما لا يريد من الطائف. يعني البعض اعتبر أن الطائف هو غلبت فئة على فئة، لا مش صحيح، الطائف هي إعادة توازن كانت بالبلد. البعض الآخر أخذ من الطائف نقاط ورفض نقاط معينة، اعتبر أن الطائف وقف محل ما بلش، ما بده يحدث فيه، ما بده يطور فيه. ونحن بنعتقد لهلأ الدستور الوحيد أو الصيغة الميثاقية الوحيدة اللي موجودة بيناتنا حتى هذه اللحظة والصيغة اللي يجب أن لا يكون في خلاف أساسي عليها هي اتفاق الطائف. من هون نحن بنعتبر أنه يعني بهالمرحلة اللي اللبنانيين عندهم أزمة وطنية وأزمة هوية وأزمة وجودية وأزمة حياتية وإنسانية، خسارة مثل خسارة الرئيس الحسيني بهالمرحلة تعتبر خسارة معنوية كبيرة وخسارة تاريخية كبيرة حقيقة. طبعا يعني وكل التعازي لعائلة الرئيس حسين الحسيني بوفاته. بالأمس
أمس كان الخبر الأبرز هو ما أعلنه وزير الصحة فراس أبيض من رفع الدعم عن جميع أنواع الحليب، حليب الأطفال. اليوم في مشكلة عم بيواجهوها الأهالي، أهالي الرضع والأطفال اللي بعضهم بيستخدموا هذا الحليب، منقسمة إلى قسمين. في قسم اللي انرفع الدعم عنه اللي هو كل الأنواع رفع عليها الدعم، ولكن اللي ما بيعانوا من أمراض اللي هن الأولاد الأصحاء، أطفال أحصاء هولي صار بدهم يدفعوا مبالغ طائلة، لأنه بالأسبوع على الأقل بدهم علبة أو علبتين حسب قد الاستهلاك. ففي عندك أقل شيء بين 2 مليون و3 مليون إذا مش أكثر استهلاك فقط للحليب بعد رفع الدعم، ومن يقول إذا فعلا رح يتوفر بعد رفع الدعم. وفي عنا القسم الثاني اللي هن الأطفال اللي عندهم مشاكل صحية ويجب أن يتناولوا حليب مخصص، هون أسعاره كمان مرتفعة جدا. خلينا نبلش بالقسم الأول اليوم، هل ترى أنه كان قرار وزير الصحة صائب؟ خليني اقول لك، هي بدايه انا برايي هي لها مشكله اساسا بموضوع الدعم بالاول. يعني نحن اخترنا، الحكومه اختارت ان تكون كالنعامه، شفت المشكله خبت حالها منها. المشكله هي عدم قدرتها على ضبط المواد التي تدعمها، وهذا كان المفروض ينعمل جهد كبير. نحن اخذنا الطريق المختصر وقررنا نرفع الدعم، وانا برايي بسبب اساسي انه اليوم ثلاث ارباع الوزارات، ما عم بحكي بس عن وزاره الصحه، ثلاث ارباع الوزارات لا يديرها فقط الوزراء، يديرها المؤسسات الاجنبيه والمؤسسات الاهليه الدوليه التي والمؤسسات الدوليه التي تنفذ سياسات دوليه غير مرتبطه، مش بالضروره دائما مرتبطه بواقع الوجود اللبناني وواقع المجتمع اللبناني. يعني اليوم لو رجينا نقرش قديش بكلف دعم الحليب، كنا بنتمنى، يعني انا ما عندي الرقم الصحيح، بس لما سالت قيل لي حوالي 5 ملايين دولار. بعتقد انه صحه اطفالنا وصحه جيل كامل عم نراهن عليه في المستقبل لحتى نحميه من الكثير من الأمراض، اليوم هذه عم نعرضها للخطر، لأنه نحن أساسا أطفالنا ما عم يتلقحوا. مظبوط، نحن عنا انخفاض كبير باللقاحات، أطفالنا ما عم يقدروا يروحوا يعملوا زيارات دورية للأطباء لأنه صارت مكلفة عليهم، والنقل أساسا حتى الوصول لو كان الطبيب قرر يسيرهم ويمكن ويخفض تسعيرته حتى الوصول لهم. وهلأ جينا ضربناهم بقصة حليب الأطفال تحت حجة أنه حليب الأطفال مش متوفر أو عم بتوفر. كنا أنا سألت كثير من الصيدليات تحديدا، كانوا يقولوا الوكلاء كانوا يجيبوا حبة أو اثنين وما بعرف شو كانوا يعملوا فيهم. طب وزارة الصحة لما الوكيل بيستورد وبياخد إذن استيراد، الوزارة الصحة والوزارات الأخرى ما بتعرف قديش فات، ما لازم تكون تعرف كونها عم تدعم المنتج لأي صيدليات توزعته لمين بعته. هذا بسموه غياب، يعني التخلي عن الدور. اليوم التخلي عن الدور، فإذا نحن عنا فورميلا للأطفال تحت الست أشهر، إذا السيدة ما قدرت تعمل إرضاع طبيعي بده يضطر ياخذ، في عندنا فورميلا خصوصي اللي بنسميها الأولى للست أشهر، عندنا فورميلا ثاني من الست أشهر للسنة اللي بنسميها الثانية، وأحيانا في فورميلا للسنتين بين السنة والسنتين اللي بنسميها ثلاثة. هلا بعض أنواع الحليب المتوفرة بالسوق مثل أنواع معينة اللي بيشربوها العالم، الحليب البودرة العادي ممكن يفيد بعمر السنتين أكيد، وفي بعضها بغامر وبيعطي سنة، رغم أنه المكونات الغذائية والفيتامينات والمتممات اللي بيحصل عليها الطفل بالفورميلا الخصوصي اللي معمولة للسنة والسنتين مش موجودة بالفورميلا الباقيين. وإذا قرر الأهل يعوضوها ببعض الفيتامينات الأخرى أو ببعض المنتجات الأخرى، بيكونوا عم يعرضوا أطفالهم للخطر وعم يعرضوهم يعني لنقص التغذية. البديل غير متوفر بشكل صحي، البديل غير متوفر بشكل صحيح، وبالتالي اليوم نحن عم نقول للناس يلي بده يجيب ولد يروح يدبر راسه أول سنتين، بدنا بيدفع له 20 مليون 30 مليون 40 مليون بالسنة الحليبات. نحن هذا ما بهمنا، نحن بهمنا أنه ما نزعج الناس اللي واقفين على عمليات الصرف وفتح الاعتمادات. وزير الصحة يعني بالأمس تبريره أو تعليله لرفع الدعم هو يقول أنه الكميات المدعومة تقتفي من السوق خلال وقت قليل جدا، وأشار إلى التهريب وبيع في السوق السوداء. هل هذه الحجة كافية لحتى نخلي عائلات كبيرة في لبنان غير قادرة على شراء الحليب، لأنه هلأ سعره طلع و
يعني هن مع سعره القليل يمكن المدعوم ما كانوا عم يقدروا يشتروا، كيف هلا بعد؟ ليك خليني اقول لك، في تهريب، اكيد في تهريب، ما حدا عم يلف التهريب، لكن نحن ما بدنا نستعمل التهريب سبب لحتى نتخلى عن كل واجباتنا. اول شيء اذا كنا بنعرف انه في تهريب لازم نكافح التهريب، ونحن هيك بضائع اساسا ما بتفوت على لبنان بالهواء او بس بمانيفستو صغيره، بتفوت بناء على طلب في الى وكاله خصوصي والى كذا، فينا بنعرف مين بفوتها، بنعرف مين بيجيبها، وبنعرف لمين سلمت، يعني ليش ما بنكلف خاطرنا اكثر. يبدو انه كلمه تهريب اليوم صارت هينه فيما يتعلق بالدواء، فيما يتعلق بالغذاء، فيما يتعلق بالحليب، فيما يتعلق بكثير من العناصر التي تهم المواطن اللبناني واللي هي اساسيه. وبحجة التهريب عم نطبق سياسات عم يطبقوها علينا المجتمع الدولي، وهي سياسة التخلي عن الدعم. لأنه اليوم نحن مثلا إذا أجت الحكومة بكرة طرحت سياسة التخلي عن الدعم، ما في حدا نايب حيوافق عليها مثلا، لكن هلأ نحن ماشيين بهالسياسة. وبرجع بقول لك، يبدو أن لبنان يدار ليس فقط من لماذا تريد يعني هذه المؤسسات والجهات اللي عم لأنه بيطلعوا على أرقام، على أرقام الخزينة والموازنة وبيصلحوها، بيعتبروها أرقام، ما بيعرفوا مين بيتأثر بالأرقام. يعني المواطن والطفل مش بالضرورة يكون عنده مواطن وطفل هو رأي، وهذه هي خطورة لما أنت بتجي بتتعاطي مع ناس غير مرتبطين مباشرة بالواقع الحقيقي. طيب دكتور، يعني ترى اليوم أنه مع رفع الدعم عن حليب الأطفال هناك خطورة على صحة الأطفال الرضع؟ طبيعي، كان في خطورة على صحة الأطفال برفع الدعم، وكان في خطورة حتى بوجود الدعم لأنه الدعم لم يكن منظما. فبدال ما جينا نحن نقعد ننظم الدعم ونعمله أفضل أكثر إرشادا، رحنا على الخطوة الأسهل بالنسبة لهم كإداريين، يعني لأنه وهو رفعنا الدعم وخلي العالم تدبر راسها. ونحن كل يوم بكرة بنتغنى بالأسرة، وبكرة بيجيك يوم الطفل بيطلع شي واحد مسؤول بيحكي لك خطاب عن الأطفال، عن سلامة الأطفال، وعن عن سلامة الأطفال اللي اليوم بدهم يشتروا علبة الحليب على سعر يعني صرف السوق السوداء. السلامة لا في حليب ولا في لقاحات، والدواء غالي إذا وما قادرين يشوفوا الحكيم، وما في أمن على الطرقات، والمواد الغذائية ما في رقابة عليها، وإذا كبروا بده يفوت على المدرسة بيلاقي المدارس مسكرة لعدة أسباب. طب عشو عم نتغنى نحن داخلين بهالم، يعني ماذا أبقينا من حال المجتمع؟ يعني انهيار مؤسسات الدولة الإداري الكامل عكس حاله نفسه، هو عم يحاولوا يعكسوا انهيارهم على انهيار التركيبة العائلية المؤسساتية المجتمعية اللي بتشكل منها المجتمع اللبناني. ما بقى في إمكانية للعودة عن هذا القرار برأيك؟ أنا برأيي، أنا نائب وأنا اليوم بعت للزملاء ولرئيس لجنة الصحة النيابية على أمل أنه نتحرك نحن كلجنة صحة نيابية. المشكلة أنه بدي أسألك سؤال، أنا نائب، أنا أكثر شيء فيه أعمل مع الوزارة أجذب الثقة؟ طيب ما هي مستقيله واساسا مش اخذ ثقتي، يعني عمليا هي هذه الوزاره العالم بينسوا انه هول موجودين من ايام المجلس السابق مش المجلس الحالي. صحيح. ومستقيلين، يعني هن قاعدين بحاله، هن يتصرفوا مسؤولين ولكن ليسوا تحت مسؤوليه حدا، وهيدي خطره لانه ما في حدا يحاسبهم. ونحن دورنا كنواب انتخبونا الناس مفقود لانه ما عم نقدر نحاسبهم لانه هن مستقلين. ومثل ما شفتي يعني انه ساعه بيجتمعوا، ساعه بيلتقوا، ساعه بمرقوا القرار اللي بدهم اياه، وما بنعرف شو خلفيات هذا القرار ولماذا توقيته. ربما المبررات اللي موجوده انا ما عم بنفيها، لكن انا برايي انه بدل ما نستسهل ونروح كلنا على سياسة الرفع، خلينا نواجه وخلينا نجرب نصلح، وخلينا نعتبر أنه هناك مجتمع لبناني تم سرقته بشكل كامل بستة ملايين زلمي. وأنا كنت قبل ما فوت لعندي كنت عم بتسمع على الأخبار على وزير العدل كان عم يحكي عن السيادة بقصة القضاء، بدي أقول شو هالسيادة اللي القضاء سمح بسرقة 6 ملايين مواطن وما شفت حدا نتحرك. فسرقوا، يعني سرقوا الناس ونحن مبيناتهم أنا وياكي، وبعتقد اللي عم يسمعونا، وهلأ عم يشلحون الحليب وبيشلحون الخبز وبعد شوي بيشلحون بالهدول، لكن كله من أجل تصليح الدفاتر، ونسيوا أنه اللي خربوا الدفاتر موجودين بعدهم. صح، وما تحاسبوا. هون عم نحكي كنا عن الحليب العادي للأطفال الأصحاء، في أنواع أخرى من الحليب، في أمراض بدأ حليب خاص. خليني أنا وياك سعادة النايب والدكتور عبد الرحمن البزري نستقبل معنا عبر زوم السيدة رباب كريك، هي والدة
أحد الأطفال اللي يعاني من مرض الـ MSUD وهني هول الأطفال بحاجة لنوع معين من الحليب. سعره اليوم أصبح العلبة الوحدة 1,864,800 ليرة حتى يوم أمس. هاي تسعيرة بدك تسألي لي إياها كم ردعة بتكفيها؟ كم علبة؟ كم علبة بتكفيها؟ أهلا وسهلا فيك مدام رباب. العافية يا حليمة. أهلا وسهلا فيك. بداية بدي تخبريني عن شو هو هيدا المرض وقديه بتستهلكوا حليب بالشهر؟ يعطيك العافية. أول شيء هيدا المرض هو مرض جيني استقلابي جينيتك ديسيز، بيكون جسم الإنسان ما بيقدر يكسر 3 أنواع من الأمينو أسيد بالبروتين. فهيدا الحليب اللي عم ناخده إذا ما نسميه حليب هو عبارة عن علاج مش حليب، بيعطي يعني البروتين للجسم بدون هذه 3 أمينو أسيد اللي هن بشكل خطر على الدماغ وعلى صحة الأطفال. أوكي؟ نعم. تفضل. فهيدا النوع من الحليب هو أساسي، هو علاج دائم للأبد، يعني لحتى الله يأخذ أمانته مثل ما بيقولوا، ما فينا نوقفه أبدا للأطفال. بدنا منه تقريبا بالشهر 8 علب، زيادة عليه نوع تاني هو الديوكال اللي هو شو بيقولوا له مغذي يعني كمان مع الحليب، بدنا منه كمان 7 علب بالشهر، كمان سعره صار تقريبا بحدود 450-500 ألف، والسعر دايما عم يغلى عم يطلع يعني. طيب يعني انتو بالشهر بدك 8 علب من اللي حقه 1,865,000؟ صحيح. طب هيدا بتأمنوا وزارة الصحة ولا انتو بتشتروه؟ كان مدعوم او ما كان مدعوم؟ من سنتين يعني بنتي هلا عمرها 5 سنين، لما كان عمرها 2 ونص كنا عم نجيبه عادي من وزارة الصحة مجانا. من سنتين بطلت الوزارة تعطيه مجانا، فكنا عم نشتري من الصيدليات. يعني طبعا السعر مثل ما عم اقول لك ضل عم يغلى يعني لحتى وصل لهيدا السعر. طيب عم تقدروا تأمنوا يعني اليوم بلا غطاء من وزارة الصحة بلا دعم على هذا النوع من الحليب اللي هو ليس فقط حليب يمكن استبداله بنوع آخر، هو دواء للأطفال، يعني عم نحكي بأكثر من 10 مليون ليرة بالشهر بدك بس حليب، هذا بلا الدواء الثاني أكثر. إيه صحيح. لكن شو يعني الموضوع صار يعني شيء ما بيحتمل في عائلي أنا بعرفها، أنا عم بحكي باسم عائلتي وباسم العيال الثانية اللي عنده نفس المرض، أنا على تواصل دائم معهم عارفة معاناتهم. عائلي عم دور على حليب خالصة ميديتو، بتقلي بشتري الحليب بنص سعر وما عندي مشكلة حتى لو خالصة ميديتو، وهيدا الشيء صار 3 مرات معي. عرفتي؟ في عائلي عنده حالتين بالبيت يعني، ونحن أصلا حالي نادر يعني. وزير الصحة خضرة وزير الصحة هو طبيب والمفروض بيعرف إنه هيدا المرض هو نادر جدا، نحن كمية قليلة من هالناس، هيدا مش حليب بنقدر نوقفه أو بنقدر نبدله بأكل أو بشي تاني. يتفضلوا يعملوا واجبهم، يعطونا يأمنوا لنا على القليل يا أخي نص حقهم 3/4 حقهم. الموضوع يعني أنت مثل ما قلت يعني فوق 16 مليون هيدا بس عم تحكي، هيدا بس حليب عم نحكي صح، شغلك أنت عم تتاخديها مجانا فجأة صار عليك 16 مليون هيك فجأة، يعني شيء مش مقبول. طب عم بتحاول صراحة. نعم تفضل. أنا وغيري كنا عم ندق أبواب الجمعيات المغتربين، للأسف يعني الجمعيات الخيرية والمغتربين استنزفوا على الآخر. شو عم تحكي أنت بتعطي 100 دولار للصيدلية بتعطيك 3 علب حليب؟ شيء ما له منطقي أبدا، وهالثلاث علب يمكن بكفوك 6 أيام أو 7 أيام. رباب خليني اخذ راي الدكتور عبد الرحمن البزري، كانت عم بتقول انه هي وفي عدد من الاهالي بيقولوا انه نحن بنشتري العلبه الخاصه مدتها بنص حقها، هل يمكن للاطفال مرضى الام اس يو دي انه ياخذوا حليب خالصه مدته فقط للتوفير لانه الناس ما انها قادره تدفع حق علبه الحليب؟ هيك خليني اقول لك، اول شيء بدايه بتعرف الام اس يو دي هو مرض نادر جدا، لكن مثل ما تفضلت قالت السيده الكريمه انه في حالات منه بلبنان، وهذا بيتشخص تقريبا بعمر عدة أشهر، بيكون صح. بين 5 و7 أشهر هو صغير الولد بشخصه، وله علاقة بعدم قدرته على بعض الحمود الأمينية ما بيقدر ياخذها بالجسم، لذلك في له فورميلا خصوصي، وهذه الفورميلا يعني ما بتتطور مع الوقت، يعني الفورميلا لازم تدلى معه على كبر على وبالتالي يعني الأسعار اللي عم تنحط هي أسعار غير منطقية، وبالتالي يعني يجب أن يكون هون حتى لو وزارة الصحة تخلت عن دورها بالحماية لازم يكون في ما يسمى مؤسسة
تضمنها وزارة الصحة إلى جانب هالموضوع لحتى تدعم الغذاء لهالأشخاص هولي يلي حيكبروا مع الوقت وحيستهلكوا بعد كميات إضافية. أضف إلى أنه للأسف نحن اليوم بلبنان مش بس بالحليب، في حتى بعض الأدوية، في كتير أمور تانية عم يتم تجاوز فيها مرحلة أو التساهل فيها بمرحلة بسموها الإكسبايري ديت، يعني مرحلة انتهاء الصلاحية. طيب قد ايه بيصلح هيدا الحليب إذا خالصة مدته؟ يعني أنا مني الخبير بهالموضوع، لكن خليني أقول لك إنه في كتير ناس اليوم عم يتجاوزوا مرحلة الشهرين وثلاثة بالإكسبايري ديت حتى بالأدوية لحتى يقدروا يأمنوا الدواء ويحصلوا عليه. ومثل وللأسف بما إنه هو حليب، يعني رغم انه هو حليب دوائي يعني في كثير شركات مثلا بتقول لك انه خلينا يعني مثل انه بما انه قرب وقته خلينا نبيعه بسعر اكثر، يعني اقل شوي أقل او كذا شوي من سعره. رباب، شو بتقولي لوزاره الصحه يلي بتعتبر اليوم انه تخلت عنكم عندما ما عادت توفر لكم هيدا الدواء بالمجان او حتى بنص حق؟ أنا بدي أوجه كلامي لوزير الصحة. أنا هلأ كمواطنة وكأم بالدرجة الأولى عم خبرك كمواطنة لبنانية أنه أنا ما معي علبة حليب بنتي اللي هي بدها منه 9 بالشهر أو 8 بالشهر. حضرتك بتقدر تتعاون مع صيدلية توفر لي هيدا الحليب إجي أخده مجاناً أحسب الوزارة أو أحسابك، ما بعرف، مش أصلاً مش شغلتي. هيدا الشيء بتقدر أنت تعمله لغيري، لإلي ولغيري أكيد. نعم، أنا بدي أتشكرك سيدة رباب كريك، وعلى أمل أن تصل صرختك إلى وزارة الصحة ويتم تأمين الحليب لبنتك ولجميع الأولاد المصابين بهذا المرض أو غير مرض بحاجة إلى نوع مخصص من الحليب، لأنه أيضا هناك أمراض أخرى في أطفال بحاجة إلى تغذية خاصة. واليوم الأهالي غير قادرين مع انخفاض قدرتهم الشرائية، أسعار الأدوية والحليب عم ترتفع، ومع رفع الدعم غير قادرين نهائيا على تأمين الغذاء لأطفالهم. يعني هيدي مشكلة رفع الدعم والحليب. سأنتقل منا إلى موضوع اليوم، في رحنا مشكل بالبلد يبدو، نعرف نحن آخر مرة دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الشهر الماضي، صار في مشكلة وبين ميثاقية وغير ميثاقية، وعقدت الجلسة وتم تأمين النصاب باللحظات الأخيرة، ولكن اليوم على أساس أنه كانت حالة طارئة تستدعي انعقاد الجلسة. اليوم بسبب موضوع الكهرباء ولتأمين يعني الأموال اللي يجب أن تدفع للشركة اللي هي شركة بحرين اللي موجودة البواخر السفن عالقة في المياه، وكل يوم عم تتكبد الدولة اللبنانية مزيد من المصاريف وما بعرف شو بسموها الدمرج على بقاء هذه السفن بالبحر قبل دخولها. يبدو سيدعو الرئيس ميقاتي إلى جلسة، لأنه من شوي بعت جدول الأعمال إلى الوزراء، وعلى رأس هذا الجدول إذا بتسمح لي دكتور بس بدي أقول أول بند بنود. بيانات البند الأول هو المحروقات، صح؟ تفضلتي في بند، في بند الأول والثاني عن المحروقات. طيب اليوم برأيك خلينا نميز ست حليمة بين نقطتين. النقطة الأولانية ما قام به الرئيس ميقاتي هلأ والجلسة السابعة، الجلسة السابعة كانت واضحة كباش بين الرئيس ميقاتي وبين التيار الوطني الحر، وخلينا نقول نحن اليوم حكومة مستقيلة، رئيس ما فيه شغور، والسؤال الأساسي مين بده يمشي البلد. إذا كان الخلاف على تمشية البلد، فسواء كان تمشية البلد بحاجة لمجلس وزراء أو بحاجة لمرسوم جوال، نحن من أي طريقة بتمشي البلد فيها، لأنه ما فينا نترك الناس بعد بكل همهم وبكل أحوالهم المعيشية السيئة بدون ما تمشي البلد. لكن الشيء الوحيد بدنا ننتبه له أنه هذا النقاش لا يجب أن يأخذ لا منحى مذهبي ولا منحى طائفي، يعني هو ليس صراع الصلاحيات بين المسلمين والمسيحيين، بين الرئاسة الأولى الشاغرة وبين الرئاسة الثالثة، أو بين السني وبين المورني. هو للأسف هو نتاج طبقة سياسية فاشلة وفاسدة أوصلت البلد إلى ما أوصلت له. هي ثالث مرة نحن بنروح بالشغور الرئاسي، ملاحظة ملاحظتي كيف هذا؟ هي نقطة. نجي على اللي هلأ نحن فيه. هلأ الرئيس ميقاتي عمل طريقة شوي فيها، إذا بتنتبهي فيها شوية تلاعب، بعت لهم بما أنه المادة المعينة وذكرها بعتقد 46 أو كذا بتقول أنه
نحن بحاجة لحتى نبلغ 64 بدنا نحن رئيس الوزارة باللي بحق له يدعينا مجلس الوزراء بده يبعث جدول الأعمال لفخامة الرئيس، بما أنه الرئيس مش موجود هو لحتى ما يطلع برات هالمادة بعته للوزراء مجتمعين، لأنه مجلس الوزراء هو يحل محل الرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية، فإذا هو بعت لهم هلأ، هو عم يبعت لهم أول إذا بدك في يعني أول طعم أول طعم أو أول خطوة أنه نحن بعتنا لكم اطلعوا عليه، بس ما دعيت بعد للجلسة. يعني هذه مقدمة لما يسمى خلينا نقول بداية الاشتباكات أو بداية جس النبض. بعتنا بعد خطوة أنه هول البنود هني اطلعوا عليهم، في حدا عنده اعتراض عليهم أم لا، بعدين هلأ هيدول يختلفوا عن الدعوة، يعني هول يختلفوا عن الدعوة. هيدي بعت أنا بجدول أعمال لحتى تطلعوا عليه مثل ما كنت بعتوا لفخامة الرئيس، لأنه هني بالمرة الأخيرة اعترضوا أنه بآخر لحظة بعد جدول الأعمال. مزبوط، فإذا يعني هيدي خطوة. فأنا معك أنه كمان نحن مقدمين هلأ على نقاش حاد حول اليوم الوزير المعني بهذا الملف اللي أول بندين على جدول الأعمال اللي هن أول وأهم إصدار مرسوم متعلق بسلفة خزينة خاصة بشركة فيتول بحرين بقيمة 62 مليون دولار تقريبا لتغطية شراء 66 ألف طن من الغاز أويل لصالح شركة كهرباء لبنان. هيدي لأنه في خسائر تترتب على وقوف هذه البواخر بالمياه وعدم إفراغ الحمولة يعني. في مبلغ معين. طيب الوزير المعني هو وزير الطاقة، برأيك سيحضر وزير الطاقة هذه المرة؟ لأنه المرة الماضية ما حضر، اليوم هو المعني الأساسي بهذه الجلسة، يعني أبرز بند فيها يستدعي وجود وزير الطاقة. اليوم معقول التيار يرفض مجددا مشاركة في جلسة مجلس؟ خليني لك، أنا طلعت على 8 بنود اللي موجودين كلهم، اثنين عن اللي فيول أويل، واحد عن الترقية العسكرية اللي هي لها علاقة بكل الأسلاك بكل العسكرية. الأسلاك العسكرية، وبتعرف كانت خلقة أزمة، وبتعرف صاروا كلهم يتباكوا على الفراغات اللي بدها تصير. صح. وحدة ثالثة إلى علاقة بالكورونا درسناها نحن بلجنة الصحة النيابية، هي قرض بحدود 30 أو 35 مليون دولار، هو عمليا للكورونا بس فعليا مش للكورونا، هو فعليا لدعم الرعاية الصحية الأولية. بعدين عنا الأملاك البحرية زي كأنه حابين يجددون أجارهم للشباب لحتى يزيدوا، وبعدين مطمر الناعمة والباقيين النقل للمتقاعدين بالمدارس، وكان وفي أشخاص وبعدين في اعتمادات اللي نحن نزلت أنا عم مثلا مثل ما نزل زميل النائب أسامة سعد ورئيس البلدية والنائب السابق بهي العري، نزلنا عند رئيس الوزارة طلبنا بأنه خي يدفعون لها المتعهدين اللي عم يشتغلوا بالزبالة وبالنقل لحتى يشتغلوا فيها وغيره. هو اللي حاطينهم بند أخير، فإذا هو اللي بنود تشغيلية ليسوا بنود أساسية. السؤال الأساسي إذا النية خلصت ممكن نتفهم على مجلس وزراء ونحط إنه هول هن اللي بنود 8، مش مثل ما كان مطمط وفطفاط مثل أول واحد كانوا حاطين 30 أو 40 بند ورجعوا نزلوهم. يعني في 8، وأنا برأيي 8 تقريبا بمعظمهم في نوع من الحيوية فيهم. لكن السؤال وبالتالي هذا السؤال، هلا وزير الطاقة بيحضر وما بيحضر؟ هذا قرار سياسي لأنه هو يمثل طرف سياسي. هذه المرة يعني الوزير أمين سلام تردد أنه هو سيشارك إذا عن موضوع الكهرباء ممكن تكون الجلسة المرة الماضية قال بده يشارك ولم يشارك ولم يشارك. النقطة الثانية اللي بدنا نقولها أنه أنا حابب أسأل وحاب حدا يشرح لي، لأنه يعني جربت أنه كيف بيتحركوا بواخر بدون ما يكون في اعتمادات مفتوحة؟ يعني ما فهمت أنا، يعني اليوم أنت ما تخزيني بتحملي حالك بتفوتي على عند حدا عندي بقالة دكان معود عليها دائما، بتقولي له بدي منك 1 2 3 4، بقولي كستنا هول بكلفوا هالقد، بتقولي له إيه أو أيدهم علي أو تفعلي إيهم أو أبعت لك إيهم. طب يعني ما فهمت أنا أنه بواخر حاملة هالوقود وقاعدة عم بتمرك علينا مبلغ يعني إضافي لوجودها بالبحر، إنه كيف ومين تعهد ببعثها إضافي؟ بدك تنتبه في بند تاني إذا بدك بالبند التاني على العراق، على قصة الفيول العراقي كمان بهدول. فالبنود حيوية مش مختلفين عليها، بمعظمها بالأقل حيوية وضرورية. هل تخلص النيات يعني ولا لا؟ هل يكون الاشتباك السياسي أهم من المواطنين؟ لهلأ للأسف الطبقة السياسية الحالية عودتنا أنه اشتباك السياسي أهم من المواطن. لنشوف هالمرة حيفضل المواطن على الاشتباك السياسي
ولا لا. الرئيس مئاتي يعني باخر تصريح له لجريده النهار قال انه لا يمكن اعطاء سلفه لكهرباء لبنان الا بمرسوم من مجلس الوزراء. المرسوم له صيغتين، يا مجلس وزراء بيشتبع بيعمل مرسوم، يا مثل ما عملوا عايين بالسابق مراسيم جوالي. ما بيغم انا كمواطن ما بيهمني، انا بيهمني توصل. لذلك اذا كانت النيه هي فقط تسيير امور المواطنين وكان مجلس الوزراء اسهل فليعقد مجلس الوزراء، يعني ما حدا ننتقص من قيمه حدا ومن صلاحياته. اذا الهدف هو التمريك على بعضنا لانه نحن فينا نعمل مجلس وزراء، وانا انا هالرئيس هذا اشطر من الرئيس اللي قبلي يلي عمل مراسيم جوالي، انا اشطر منه واقوى منه بقدر اجمعهم، لا ساعتها يسمحوا لنا. نحن الهدف الاساسي بالنسبه لنا نحن ان يكون هنالك تسيير لامور المواطنين، لانه عن جد نحن في ست في 4-5 ملايين مواطن هون عم نعيش بظروف يعني فيها الكثير من اللا إنسانية والكثير من عدم اللياقة للمواطن العادي. المبلغ اللي عم تتكبده الخزينة كغرامة يزيد عن نصف مليون دولار شهريا. يقول الرئيس مئاتي أنه ما فينا ندفع يعني هيدي سلفة الخزينة إلا بجلسة لمجلس الوزراء، وبسبب وفاة الرئيس الحسيني أجلت هذه الجلسة يبدو إلى الأسبوع، مطلع الأسبوع المقبل، وبالتالي هذه الغرامات اللي يجب أن تدفعها الدولة اللبنانية رح تستمر إلى مطلع. أنا برأيي هذا نوع من الاحترام، هذا إذا عقد ما احترامي هذا نوع من التزكي، لأنه لماذا؟ لأنه إذا كان فيها الأد جلسة تستدعي، أنا برأيي هو لو كان الرئيس الحسين يطيب هو كان بيخدم بإيده وبيخدم يعملوا جلسة، يعني ما حدا يتذاكى على حدا وما حدا يتحجج بحدا. اليوم إذا في نية مخلصة لحتى لبناني اللي عم يفتش على دولار واللبناني اللي للأسف حولوه ذوي الشأن المصرفي والمالي، يعني هو المصاري اللي شالون من دعم الحليب عم ينحطوا غرامات برافو عليك، أعطيتي أحلى مثل طيب اليوم برأيك يعني يستطيعون عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى في ظل حداد رسمي طالما أنه الأمر جدا طارئ؟ والحداد 3 أيام بعد من الرابع 4 الصبح، يعني الرابع صباحا شو هالمشكلة؟ يعني حتى لنفرض بدنا نلتزم بالحياد، ومعرفتي بطبيعة الرئيس الحسيني وقديش كان رجل دولي ملتزم، يمكن هو كان يعني هو لو طيب كان بيقول لهم تعوا شرفوا عملوا جلسة اليوم. برضو هذا مش السبب، هذا كله نوع من إيجاد الأسباب والتزاكي. على كل حال وزير الطاقة وليد فياض يرى أنه الآلية لفتح الاعتماد لا تعتمد فقط على عقد لجلسة لمجلس الوزراء، إنما هناك آليات قانونية عدة من الموافقة الاستثنائية. هذا ما يرفض الرئيس مئاتي ويصر على عقد جلسة لمجلس الوزراء. حركة أمل قالت اليوم عبر النائب علي حسن خليل أنه ستحضر جلسة مجلس الوزراء. حزب الله قال أنه يتخذ القرار في الوقت المناسب. المشكلة اليوم عند التيار الوطني الحر، ويبدو من موقف وزير الطاقة أنه لن تفتح هذه الاعتمادات بلا جلسة، وممكن ما يحضروا إلا إذا صار مثل المرة الماضية، يعني شي وزير غير رأيه آخر لحظة ولكن يبدو أنه ضامن النصاب هالمرة. إذا الوزير إسلامي بيمشي يعني ما صار في نصاب. الوزير بوشكيان أساساً قال اليوم يقال أنه هو أديك مرة يعني إجا وبعت، لأنه هو له لديه كمان بعتقد ارتباطات يعني مع الرئيس مئاتي بأمور تانية، لأنه بس اللي بدي أقوله إنه السؤال إنه حزب الله يعني وزراء حزب الله كمان موقفهم حيكون سياسي مرتبط جزء منه بتسيير شؤون البلد، جزء منه بعلاقتهم بالتيار الوطني. لأنه المرة الماضية صار يعني هالمرة الصوت الزيادة خسر صوتين إذا ما راح الحزب، فمشان هيك بعد في هل تعتقد إنه اليوم حزب الله إذا هيد الذهاب إلى هذه الجلسة، يعني المرة الماضية لما راح حضروا الجلسة زعل التيار الوطني الحر، ويعني على شعره كان راح يفك التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وشفنا التصعيد اللي صار من الوزير باسيل والنكث بالعهود واتهاماته لحزب الله. ولكن اليوم هل برأيك مستعد حزب الله لإعادة الكرة مجددا مع التيار؟
انا بحقيقه يعني شو طبيعه التحالف بيناتهم، شو في بيناتهم، هذه شغله بتخصنا. نعم. نحن بخصنا ما ينعكس على اللبنانيين. يعني بينعكس على اللبنانيين انه بين حانا ومانا بشكل بنقوله اكيد للمواطن اللبناني. يعني ساعة الرئيس المئاتي يعني الرئيس المئاتي كمان مع محبتنا له اخذ فرصه واجى بتسعة شهر، يعني ما كان اخذ فرد يعني بلد يعني هذا. فالكل مسؤول عن التعطيل بطريقه او بأخرى. طيب ايضا بسبب وفاه الرئيس الحسيني أجريت الجلسه اللي كان يجب ان تعقد يوم غد لانتخاب رئيس للجمهوريه الى وقت لاحق. طيب لو عقدت الجلسه يوم غد، هل كان في اسماء جديده ستطرح؟ هل وصلتم اليوم كنواب مستقلين الى صيغه للتوافق؟ لانه كنت عم تقول حضرتك امبارح انه عم بتجربوا تلاقوا 15 ل20 نائب اسم تتفقوا على اسم موحد، هل وصلتم الى اسم موحد؟ يعني المحاولات ماشي، لكن بعتقد لهلا فينا نقول انه نحن مقصرين بعدم قدرتنا على التواصل، لانه يعني في لك المجلس توازنه مختلف تماما. عندك كتلتين بمثلوا 14 سابقا و8 سابقا، وحتى جوات هو ال 14 و8 في تباينات، يعني حتى جوات الكتله الواحده بالمقابل عندك كتله وسطيه ومستقله وتغييريه كمان فيها تباينات واضحه. هلا لو قدروا هالكتله الوسطيه التغييريه المستقله قدرت تلاقي قاسم مشترك بيناتها، بعتقد كانت اثرت على شرائح من 14 و8 وجابتها لعندها. عدم قدرتنا على الخروج باسم ياخذ له 20 صوت هو جعل القوى الثانيه تتمترس بموقفها. يعني جماعه 14 اذار او 14 سابقا مؤيدين النائب معوض ومرتاحين مش في الحال. الاخرين يمكن عندهم مرشح ما قالوا عنه ماشيين بالورقه البيضاء. امبارح التيار الوطني الحر كان عنده اجتماع للمكتب السياسي، وكان من المفترض انه يبحثوا باسماء ليتم طرحها، وما تم التاكيد اذا ما تم الوصول الى اختيار اسم محدد او لا. هي بدك تشوفي في شغلتين قبل ما يلتقي التيار، صدر خبريتين انا بقراهم من الجرايد مثلك. الخبريه الاولى بتقول انه صار في تاليف لجنه جديده للحوار بين حزب الله والتيار لاعاده درس اتفاقيه التفاهم مرمخايل وين صار وتطويره، ويعني كل هالامور هذه. والتيار خلال اخر انتخابين بمجلس النواب ابعث رسائل واضحه انه صار الاستاذ ميشيل معوض ياخذ اصوات اكثر من الورقه البيضاء. يعني هذه رساله كانت من التيار لجماعه 8 اذار انه انتم اكثريتكم مرتبطه فينا نحن مزبوط ولا لا؟ كانت واضحه. لذلك انا برايي يعني واحد اللي يعني بدايه اعاده صياغه التفاهم مره ثانيه، وبدك تتذكري انت انه صار في تفاهم ومش سري، راح الوزير باسيل عند الرئيس بري وصار في حوار صريح ومفتوح بيناتهم. يمكن هلا العلاقه العمل بين التيار وبين حركه امل احسن مما كانت بالماضي، هذا عن صعيد النيابه. النقطه الثانيه اللي كان بدي اقولها انه التيار كان عم مثل ما نذكر كمان كان عم يزين خيارات، انه انا اذا ايدت هذا برضي بصير بكركي حليفتي، اذا ايدت هذا بصير الثنائي حليفي، اذا ايدت هذا بصير حليفي. لذلك انا بقول انه لا احد الان يملك مفتاح الحل، لا احد يعني. رغم انه انا اذا هذا راي شخصي انا بعتقد انه الحل ما زال داخليا لحتى هذه اللحظه، وفي فرصه تاريخيه ست حليمة يعني بتمنى يفهموها الكل. ونحن نحن عندنا فرصة جدية انه نقدر نوصل لحل داخلي، لانه ما حدا خارجيا اقليميا او دوليا فاضلنا وبده يشتري ويبيع، يعني ما حدا بده يحط استثمار، لانه اللي بيلتزم الحل بده يتحمل تبعاته وكلفته بتخزيني كمان. لذلك اليوم نحن فينا يكون عندنا قراءة منطقية وصريحة لمزاج الاقليم، لمزاج أشقائنا العرب تحديدا. خلينا نكون واضحين وصريحين، نحن بحاجة إلى عودة علاقات عربية جدية خصوصا من خلال المملكة العربية السعودية ودول الخليج. وبالطبع اليوم العلاقة الجيدة اللي بتجمع مصر مع الخليج العربي، وهلأ الانفتاح العربي أكثر وأكثر حتى على سوريا إذا بدك على كتير العدول. فنحن بحاجة إلى علاقة عربية بكون مدخلها السعودية والخليج من نقطة، ونحن بحاجة إلى حفاظ على صداقاتنا، بحاجة إلى
رؤية المزيج الدولي، لكن القرار داخلي. أما إذا بكرة إجا حد مين بده يجي يلتزم الملف اللبناني؟ التزام الملف اللبناني معناته بده يحمل معه أعباء الديون اللبنانية، بده يحمل معه أعباء الفوضى اللبنانية، بده يحمل معه أعباء انهدام. يعني اليوم صعب نكون أمام دوحة تانية؟ أنا برأيي ماني شايف دوحة تانية، ولاني شايف طائف تاني، ولاني شايف أي تدخل خارجي بالأشياء بهالمرحلة. يمكن بعد شوية تتغير المعادلات. طب ولكن الرئيس بري دعا أكثر من مرة إلى حوار، وعلى الأقل المرتين اللي دعا فيهم فشلت هذه الدعوة، ولا يتم يعني لم توافق الكتل السياسية بأنه تروح على هذا الحوار، والبعض كان عم بيشوفها تحديدا قوة اللبنانية والتيار الوطني الحر أنه لا خلونا نروح على جلسات مفتوحة للانتخاب رئيس الجمهورية. أنا بحكي اللي إلي واللي علي. نعم. اللي عم يرفضوا الحوار عم يقولوا المجلس هو هيئة انتخابية، فإذا اللي نفتح المجلس بصورة دائمة لحوارات مستمرة عسى ولعل منطلع إلى صيغة حوارية. الرئيس بري عم يجي يقول أنا خليني ننظم هالحوار بدل ما أحط ال 128 ويعني ونصير الشيء أشبه بسوق عكازي. خلينا يعني هال 128 يشكلوا ممثلين وهالممثلين بياخذوا بيعطوا بالهدول. الشيء الملفت للنظر وانا برايي هذا اللي وتر الجو، انه بعض الكتل ما بدي فوت بالتفاصيل، بعض الكتل التي وقفت وقاموا ممثلين بحجه النظام وطرقوا خطاب انه نحن ندعو للحوار، فجاه هن انبوا على الحوار مره ثانيه. إيه لذلك انا يعني هذا احد الاسباب التي تقصد التيار الوطني لا حتى القوات وغيرهم. يعني لذلك انا اللي بدي اقوله انه هلا الحوار بالمفهوم اللي كان مطروح غير مطروح، لكن برجع بقول هناك فرصة حقيقية داخلية إلى إيجاد صيغة ضمن شعور بالمسؤولية، مش بالشعبوية، لأنه حيضل في مين شعبوي مش عجبه حدا. لا بشعور بالمسؤولية نستطيع أن نخرج، لأنه نحن إذا ما طلعنا رئيس جمهورية بلبنان كل جلسة مجلس وزراء حيصير فيها النقاش حليمة، وكل مجلس ما بعرف شو كل بند حيصير فيه عليه خلاف، واليوم في دمرج على المزود، بكرة في دمرج على الطحين، بعد بكرة في دمرج على الدواء، وبعد بكرة في ما بعرف شو. يعني وانت إذا بتطلع على الدولة كيف مفككة، كيف الإدارات تدار، وقديش المجتمع الدولي صار خارق بالدولة وعم بديرها ومؤثر فيها تحت شعار مؤسسات دولية، شغلة خطيرة جدا. وهيدي اللي يعني كلمة بسيطة انه نحن عم نلغي سيادتنا بايدنا. طيب كمان يعني الاسم مين ممكن تصوت لرئاسة الجمهورية؟ انا صوتت هذيك المرة للنائب صلاح حنين. يعني هل في توافق اكبر ليكون عدد الاصوات اكبر؟ نحن بلشنا من الاستصال. انا عندي مواصفات معينة. انا بقول بما انه هلا انا كنائب علي ان انتخب شخص بعتقد انه يصلح لأن يكون رئيس للجمهورية ضمن مواصفات معينة. هالمواصفات بدي يقولها هو، مش أنا بدي اخترعها عنه. للأسف في ناس كانوا عم يجيبوا أسماء لأشخاص هني ما قايلين بدهم. نحن عم نقول بالأول عليه أن يعلن رغبته، على الأقل الأستاذ صلاح حنين مثل بعض الناس قالوا رغبه بأنه نحن واحد بالهدول. النقطة الثانية، اليوم أنا لما بدي أنتخب أنا حاطت لنفرض 10 شروط ليكون في رئيس جمهورية بالنسبة لإلي، اللي بيجيب 8 أو 9 أو 10 من 10 أنا معه. آخر النهار بجوز بكرة توصل للانتخابات بمراحل حاسمة بين 2، واحد عنده 6 وواحد عنده 5، ساعتها من واجبي يمكن أيد الستة مش اللي عنده 5 ولو لم يكن مرشح الأساسي بالأول. صح. طيب بس بالعودة إلى موضوع الكهرباء، نائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير يقول إنه لا حل هي ردا على حديثنا، لا حل لمراسيم فتح اعتمادات لبواخر الفيول إلا بجلسة لمجلس الوزراء، وكل كلام عن مراسيم جوالة هرطقة، ولا يمكن لأحد الامتناع عن الحضور تحت أي ذريعة، فمصلحة الناس وتسيير أمور الدولة هي التي تضع حدود الدستور والقانون، لأن الدساتير تقر لمصلحة البلاد والعباد. نحن عم نقول أول شيء، يعني أنا مش عارف إنه الأستاذ الدكتور هو شو اسمه دستوري هالقد، يعني نستفيد من دستوريته إذا كان عم يرد
تمتد علينا. لكن النقطة اللي بدي أقولها أنا، نحن إذا كانت البلد بتمشي بمجلس وزراء أهلا وسهلا فيه، ما بتمشي بمجلس وزراء بتمشي سخن. إحنا بهمنا أن تمشي البلد، وبعتقد أنه الهرطقة الأساسية لما سمحوا لحالهم أنه يطيروا انتخابات الرئيس كل الكتل الكبرى، وهذه هي الهرطقة الأساسية. نحن صرنا نعيش في ظل نظام سياسي للأسف عودنا على الفراغ، وعودنا على الشغور، وعودنا على التزاكي كل مرة، وتجاوز الدستور، وكل مرة استثناء، ونبلش نخترع نوع من تحدث النائب فيصل كرامي عندما ربح الطعن وعاد كنائب إلى المجلس النيابي عن استعداده لتأليف جبهة وطنية. تقول للجديد أنه كان هناك تقاطع مع النائب كرامي على عدم التسرع بإنشاء جبهة وطنية. أنت ضد إنشاء جبهة وطنية؟ أول شيء كلمة جبهة وطنية بتنقذني أنا، لأنه يعني مفهوم النقطة الوطنية، يعني خلينا نقول أول شيء الرئيس أو الوزير كرامي هو صديق قديم، وبتجمعنا في صداقة سياسية وصداقة عائلية، ويعني التقاطع بالمواقف بكتير أمور. كان جاي في زيارة إلى مدينة صيدا، مدعو إلى 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 غداء، وارتقى انه حب لانه فايت على صيدا، تواصلوا مشكورا، يعني نحن قدرت له اياه كثير، لانه انا بعمل نفس الشيء اذا رحت على طرابلس. حب انه ياتي بزياره يزورني قبل ما يروح على يعني على الواجب الاجتماعي اللي عنده، وكانت جلسه طويله حكينا فيها بالطبع سياسي، تطرقنا الى كثير من الامور، حكينا وكان في تقاطعات كثير بيناتنا بالمواقف، في يمكن بعد شويه تميز بالرؤى ببعض الامور، لكن اكيد الشيء الوحيد اللي ما انفتح هو تأسيس جبهة. لأنه كلمة الجبهة الوطنية اليوم يعني صارت هيك، أنه لما نقول أنا جبهة وطنية معناتها عم حط الآخرين أنه يعني جبهة كأعداء أو بالوجهة أو بالكذا. نحن بحاجة حقيقة إلى إيجاد صيغة تخفف من احتقان التجذبين الأساسي اللي خلينا نقول يلي قاعدين على طرفي النقيض في البلد. يعني المطلوب اليوم أنه اليوم المواطن لما عم يتبهدل، والمواطن لما عم يفقر، والمواطن لما عم يمرض، والمواطن لما عم ينطر على البنزين، والمواطن لما عم ينطر على الخبز، وعم ينطر على الحليب، وما عم يلاقي دواء، وكل هدول عم يكون من كل الأطياف السياسية. لذلك نحن عم نقول طالما عندنا هذا الهامش في الوسط، وبعتد الوزير كرامي من هالرأي، طالما هالهامش من وسط خلينا نكبر المساحة الوسطية، خلينا نكبر المساحة الوسطية. بيرجع بيرد عليك نائب قاسم هاشم بيقول الورقة البيضاء حق لنا، ونرى أنها للحث على التوافق ولحماية البلد من مغامرات مرشحي المواجهة والتحدي التي لا تخدم الاستقرار والتوازن الوطني في الظروف الاستثنائية. نحن لا ندعي أو لا ندعي، لكنه رأينا. طيب بدي قبل ما يدهمنا الوقت بدي أسألك عن موضوع أموال المودعين. طلبت التعامل مع ملف أموال المودعين بطريقة حساسة جدا وبمسؤولية وبشفافية، لأنه اعتبرت كان عندك خشية من أنه هالسياسات أو تحديدا الفجوة المالية بحسابات مصرف لبنان المقدرة ب 60 مليار دولار أن يتحمل نتائجها المودعون الذين تبخرت أموالهم من المصارف من دون حسيب. صحيح. أو رقيب. يعني نحن اليوم أجوا قالوا لنا تعوا في قانون اسمه الكابيتال كنترول، هو كل شيء إلا كابيتال كنترول، لأنه هن بخروا الكابيتال أساسا وتأخروا ثلاث سنوات وبلش في بنود وطرح وشرح، بعضهم مطولين بهذا، لكن هو المضمون الفعلي لإله اختفى. جينا على قانون تاني اسمه إعادة تنظيم التوازن المالي. بالتوازن المالي في فجوة بحسابات مصرف لبنان. طب هالفجوة مين بيتحملها؟ بدي يحملوها للمودع مرة تانية بهذا، بدي يحملوها للمودع مرة تانية ولا لا؟ النقطة الثالثة، إذا بتطلعي على القانون المطروح واللي أنا برأيي بعرف إنه مو حبه من رئيس الحكومة نفسه، يعني هذا القانون، وطلب من بعض النواب اللي بيمون عليهم إنه يقدموه كذا. إذا بتطلعي بالقانون المطروح في كتير شغلات يعني اليوم مقسمين إنه حاطين مثلا نحن بنكفل 100,000 دولار لكل مودع بالحد الأدنى، بس شرط يكون بنكه قابل للاستمرار.
طب يعني اذا كان واحد مواطن حاطط البنك حساب وهالبنك صار غير قابل للاستثمار شو بيصير فيه؟ بعدين صندوق ضمان الودائع، انه هول كلهم بيروحوا على صندوق ضمان الودائع. شو يعني صندوق ضمان الودائع؟ ما في عندنا نحن قانون بزمان عمل بعد انترا بيوصل لل 50 الف دولار ماكسيموم، وما بنعرف قديش التسعيره، بعدين ربطينا بتسعيره اسمها تسعيره المنصه، وانت بتعرفي النواب لما وصلوا للمنصه رفضوا يعترفوا بشيء اسمه منصه. فاذا نحن كل شيء عم نقولهم يا جماعه نحن هول مطلوبين وبدنا اياهم، مش انه بدنا مشان ما حدا يفهم غلط، بس اللي بدنا عم نقول انه لا يجوز تجزئة الموضوع، هذا يجب ربطه بإعادة هيكلة المصارف. يعني احنا خلينا نربط هالشيء هذا بإعادة هيكلة المصارف، لانه الجزء الاساسي في انه منه متداخل. هن شو اجوا يعملوا؟ اجوا يتزاكوا، مشوا بدهم يمرقوا اول قانون اللي هو الكابيتال كنترول بالاول، بعدين بدهم التوازن المالي، اعاده التوازن المالي، بعدين هيكله المصارف. طب ما هن ثلاثه مرتبطين ببعض، فاذا خلينا نكشف وين الامور مترابطه مع بعضها، وخلينا نقي يكون في هذا، لانه بالاخر حقيقه في شيء يعني خطر كثير اليوم. لهلا ما في أرقام حقيقية، يعني إذا حتى بتطلع بالقانون العادي بهذا ما في أرقام حقيقية. على كل نحن مشكلين خلية عمل، أنا وبعض النواب التغييريين والمستقلين عاملين خلية عمل، وعم نجتمع يوميا على الزوم. رح تواجهوا أي محاولة لمناقشة هذا القانون قبل إعادة هيكلة المصارف؟ نحن يعني نحن بدنا نجرب نواجه، ما طلع بإيدنا، بدنا نجرب نصلح داخل القانون نفسه. نحن ما بدنا القانون يطير حتى مشان ما حدا يفهمنا غلط، لكن ما بدنا تعديل. بدنا طيب بدي عندي شغلتين سريعا بدي أسألك عنهم. موضوع اليوم الدولية للمعلومات ناشرة أنه صحة اللبنانيين في خطر بعد تراجع استيراد الدواء بلبنان، وعامل جراف أنه بال2018 كنا نستورد دواء ب 964 مليون دولار، اليوم بال2022 كنا عم نستورد ب 343 مليون دولار. ماذا يعني نقص انخفاض استيراد الأدوية، لسيما أنه المعامل في لبنان لا تكفي قدرة السوق؟ خليني أقول لك، هذه لها ثلاث تفسيرات أو أربع تفسيرات. التفسير الأول البديهي أنه اللبناني خفت قدرته على وفي ناس الأدوية. عايزين دواء والدواء الغالي ما عم يشتروه وعم يدفع حقه المرضى، وأنا بقول لك كطبيب عم شوف هيك حالة. نعم. وأنا بقولها وأنا بريحة للمؤسفة، ولكن عم بتصير. النقطة الثانية، في ناس عم يقولوا أنه بلشنا نكافح التهريب بالسياسات اللي عم نعملها، لما بدأنا نرفع جزء من الدعم خففنا، بيحاولوا يبرروها يعني بحاولوا النقطة الثالثة أنه يمكن اليوم صار المواطن عم يلجأ للجنريكي أكثر مما عم يلجأ للرابعة. والنقطة الخامسة والرابعة واللي هي أنا برأيي الأخطر، انه الدواء عم يفوت تهريب على لبنان، مش بس عم يظهر تهريب باللبنان، عم يفوت تهريب على لبنان. نحن عم نشوفها كل يوم هاي باختصاصاتنا. طب هل ادويه التهريب، هل هي يعني سمعنا هذيك المره انه وزير الصحه يقول انه في احد الحالات اللي دخلت الى المستشفى وصار عنده مشكله، ما بعرف اذا توفى او لا، بسبب انه الدواء اللي كان اخذه هو دواء مهرب وغير صالح. غير صالح. خليني اقول لك، نعم، اول شيء هذا الموضوع اللي طلع هو دواء ملوث. بالموضوع هذا اللي فتح دواء ملوث، عفوا، الميثوتريكسيت، ايه، واللي اكتشفوه بينعطوا تحيه هنا اطباء الامراض الجرثوميه اختصاصنا. نعم. وراحوا بلغوه للوزاره، والوزاره بلغته لمنظمه الصحه العالميه، واذ فينا نفاجئ بانذار من منظمه الصحه العالميه، انتبهوا منين وما نحن اللي بلغناكم. هلا هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي بدي اقولها انه الدواء له مصدر. اول شيء بدنا نتاكد من مصدره. اثنين، حتى لو كان مصدره سليم له طريقه للنقل، عم تنقل بشكل سليم ولا لا؟ ثلاثه، له طريقه للحفظ، عم ينحفظ بشكل سليم ولا لا؟ اربعه، له طريقه حتى للتسليم، يعني يمكن يكون واصل كله لهون وفي حدا عم يغير توضيبه اخر لحظه هون. فاذا في مراحل. لذلك ليش نحن كنا نحب فكره انه اللي بده يجيب الدواء يكون هيئه معروفه، اذا كان من الدوله نفسها او من مستوردين، لانه نحن ساعتها بنعرف مين بنحمل المسؤوليه، وبنعرف طريقه النقل وطريقه ال شو اسمه. ثاني شيء، في ادويه بتفوت على البلد لأمراض معينة هي لا تستعمل في بلد المنشأ لنفس الأمراض بيستوردوها من برا، مثل أدوية السرطان. في بعض الدول يقومون باستيراد أدوية السرطان. طيب، وهون حاطين دولية للمعلومات أنه 1.8% فقط من مجمل الاستيراد كان استيراد الدواء بعام 2022. سؤال أخير،
الاتش 1 ان 1 شو وضعه بلبنان؟ هيك انفلونزا ما في شيء اسمه اتش 1 ان 1. اتش 1 ان 1 هي شقفه من الانفلونزا. الانفلونزا صار لها 3 سنين غايبه عننا لانه كنا حاطين ماسكات وكنا خايفين من كورونا وما عم نقعد بالبيت وما عم نجتمع وما عم نظهر. بالعالم كله تخلى عن هذا الحذر نتيجه الوضع الاقتصادي اللي وصل له عالميا مش بس في لبنان. رجعت الانفلونزا تبين موسميا مثل ما رجعت بالماضي، اضافه الى انه 3 سنين ما تعرضنا كثير للانفلونزا فقدنا جزء من مناعتنا المجتمعيه. لما اجت الانفلونزا علينا هلا اجت قويه، اجت انفلونزا اي يلي 80% هي اتش 3 ان 2 و20% منها اتش 1 ان 1. اثنين بنفس الخطوره، ومثل ما شفنا الرئيس الحسيني الله يرحمه توفي بسبب الانفلونزا لذلك هذا بفرج انه الانفلونزا هي مرض خطير ولا يقل خطوره عن الكورونا وعن غيرها من الامراض. والكورونا بعد في الكورونا هلا نحن بدانا نشوف ازدياد شوي بالحالات، غير مرتبط بالصين بالطبع، مرتبط بما كنا نقوم به بموسم الاعياد. نحن دائما بالسنتين الماضي إذا بتلاحظ كنا بعد موسم الأعياد نشوف ارتفاع بالموجة الجراف، لكن لهلأ السنة الجراف بعده صحيح ارتفع لكن بأقل حدة مما كنا نشاهده في الماضي. نعم. النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معي في هذه الحلقة من برنامج هنا بيروت. مشاهدينا أشكر موصول لكم على حسن المتابعة. الحلقة انتهت، إلى اللقاء.